بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة الأولى بعد المئة الثانية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ صالح ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك. حياكم الله. نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة بعثت بها إحدى الأخوات المستمعات، تقول المرسلة شين ميم سين. أختنا عرضنا لها القضية في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة تسأل وتقول: يعطيني زوجي بين كل حين وآخر كمية من المال لصرفها إذا احتجنا شيئا في حالة عدم وجوده، فهل يجوز لي إن أردت أن أتصدق أن أخذ منها وبدون علمه، علما بأنها ليست كثيرة، حوالي 100 ريال أو نحو ذلك؟ وجهونا جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد، فما أعطاك زوجك للنفقة في البيت فإنك تصرفين فيما خصصت له من حوائج البيت، ولا بأس بالتصدق اليسير منها بما جرت به العادة من إعطاء السائل ما جرت به العادة، ويكون الأجر للجميع إن شاء الله. أما أن تأخذي منها كثيرا ومما يضر بحوائج البيت ويضيق على الأولاد، هذا لا يجوز. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. رسالة بعث بها المستمع علي أحمد مصري من الطائف الحوية، يقول: قرأت حديثا رواه الإمام أحمد ومسلم وأبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر الصلاة إذا خرج مسافة 3 أميال أو فراسخ. قال الحافظ ابن حجر في الفتح: هو أصح حديث ورد في بيان ذلك وأصرحه. وبعض العلماء يقول: لا بد أن تكون المسافة 80 كيلو، فهل في ذلك معارضة لهذا الحديث الصحيح الواضح؟ المسافة التي يقصر فيها المسافر اختلف العلماء فيها خلافا كثيرا. بعضهم يرى أنها مسيرة يومين للراحلة، بعضهم يرى أنها مسيرة 3 أيام للراحلة، بعضهم يرى أنها مسيرة يوم وليلة. فالمذاهب مختلفة في هذا نظرا لاختلاف الأدلة، والظاهر والله أعلم أن هذا يرجع إلى ما يسمى سفرا، إلى ما يسمى سفرا في العرف، وما يؤخذ له رغبة السفر. هذا هو الذي تجتمع به الأدلة، لأن الله سبحانه وتعالى علق الأحكام بالسفر. قال تعالى: وإذا ضربتم في الأرض ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. قال في الصيام: من كان مريضا أو على سفر عدة من أيام أخر. يتعلق الحكم بما يسمى سفرا مما يحمل له الزاد والمزاد. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أيضا يقول شيخ صالح: قرأت في الفقه أن الخضروات والفواكه ليس فيها زكاة، وهو قول الجمهور. وقال الإمام ابن القيم: لم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم أخذ الزكاة من الخضروات، وسمعت قولا بوجوب الزكاة في الخضروات وكذلك زكاة العسل. قال الإمام البخاري: لم يثبت في العسل حديث يدل على وجوب الزكاة. وقال ابن المنذر: ليس في العسل زكاة، وهو قول الجمهور، أرشدوا جزاكم الله خيرا. نعم، هو كما تفضل السائل، المسألة فيها خلاف بين العلماء في وجوب الزكاة في الخضروات. بعضهم يرى أنها تجب الزكاة في كل ما يخرج من الأرض، قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. والجمهور على أنه لا زكاة في الخضروات، لأن الزكاة إنما تجب فيما يكال ويدخر، قوله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون 5 أوسق صدقة، والوسق 60 صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم. اعتبر الزكاة فيما يكال. وكذلك العسل، الخلاف فيه مشهور بين أهل العلم، منهم من يرى وجوب الزكاة فيه
لأن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كان يأخذ الزكاة من العسل. ومن العلماء من يرى أنه لا زكاة فيه كما ذكر السائل، المسألة خلافية. وإذا احتاط الإنسان وأخرج عن العسل زكاة فهو أبرأ لذمته. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. شيخ صالح، نقف قليلا إذا أذنتم لنا عند أسباب اختلاف العلماء. أسباب اختلاف العلماء كثيرة، منها اختلاف الأدلة. طيب، اختلاف الأدلة ومفاهيم العلماء، منها المفاهيم لا شك أنها تختلف، وأيضا اختلافهم في صحة الحديث وعدم صحته، وأيضا اختلافهم في من بلغه الحديث ومن لم يبلغه. بعض العلماء لا يبلغه الحديث بينما يكون بلغ الطرف الآخر وقال به. أسباب الاختلاف كثيرة، وهم معذورون رحمهم الله في اجتهادهم. قوله صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد. وكان الصحابة يختلفون في اجتهاداتهم حتى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن عليه الصلاة والسلام يخطئ أحدا منهم، كما حصل في قضية خروجهم إلى بني قريظة، قوله صلى الله عليه وسلم: لا يصلين العصر أحد إلا في بني قريظة. بعضهم حانت عليه الصلاة وهو في الطريق وصلى، وبعضهم قال: لا أصلي حتى أصل إلى بني قريظة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالصلاة في بني قريظة. ولما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم لم يخطئ من أخر الصلاة، ولم يخطئ من صلاها في الطريق. الحاصل أن الاجتهاد إذا كان صادرا عن علماء متخصصين مستوفين لمسوغات الاجتهاد، فكل يقول بما يؤدي إليه اجتهاده، وله الأجر في ذلك. على كل حال، إن أصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد. ومن أحب الاطلاع على مسألة اختلاف العلماء وأعذارهم، فليراجع إلى رسالة كتبها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وأسماها رفع الملام عن الأئمة الأعلى، وإلى غيرها من كتب الأصول، من كتب أصول الفقه، ليعرف أن العلماء إنما يختلفون لأسباب هم معذورون فيها ومأجورون إن شاء الله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. شيخ صالح، موقف المسلم إذا ما سأل هذا العالم فوجد إجابة، وسأل عالما آخر فوجد الإجابة تختلف عن العالم الأول، موقف المسلم حينئذ وكيف توجهونه؟ هل يكتفي بالعالم الأول أم يعدد الأسئلة إلى أكثر من عالم؟ هذا لا ينبغي أن السائل يعدد السؤال من كل عالم، بل عليه إذا أشكل عليه شيء أن يسأل أفضل من يجده علما وعملا وورعا. وإذا سأله يكتفي بجوابه ولا يذهب يسأل آخر، لأنه سيحصل بلبلة في الغالب، ويحصل اختلاف في وجهة أنظار العلماء رحمه الله. أو ربما يسأل من ليس أهلا للسؤال من المبتدئين، أو من لم تتوفر لديهم المادة العلمية، فيحصل ارتباك على السائل وعلى غيره. فهو أولا لا يتوجه بسؤاله إلا لأفضل من يجده علما وورعا، وإذا سأله فإنه يكتفي بسؤاله ويعمل بما يوجهه إليه. قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نعم، جزاكم الله خيرا. شيخ صالح، ما رأيكم في بعض أئمة المساجد الذين يتصدون للفتيا، وأيضا بعض طلبة العلم الذين لم يتفرغوا لطلب العلم كما ينبغي؟ هذه خطورة عظيمة، يجب على هؤلاء أن يتقوا الله وأن لا يتصدوا للفتوى، وفي البلد علماء أحسن منهم وأفقه منهم، بل عليهم أن يحيلوا السائلين إلى مصادر الفتوى في البلد، ولا يكلفوا أنفسهم الإجابة وهم لم يبلغوا المستوى العلمي الذي يؤهلهم للإجابة. لأن الفتوى قول على الله سبحانه وتعالى وعلى رسوله، فيها خطورة عظيمة، وما دام فيه من يتحملها ويقوم بها فالإنسان في عافية من ذلك، لا سيما إذا كان هذا الإنسان ليس عنده الأهلية العلمية، فإنه لا يورط نفسه بالفتوى ويربك الناس ويحصل بسببه خطأ يرتكبه السائل أو يرتكبه الناس بسبب إجابته. الأمر خطير جدا. جزاكم الله خيرا. قلة المفتين في البلدان
البلدان شيخ صالح، هل لكم قول تجاهها؟ قلة المفتين لقلة العلماء المؤهلين، ولكن اليوم الحمد لله تسهلت المواصلات، فبالإمكان أن يتصل من عنده سؤال، أن يتصل بالعالم ولو كان بعيدا عنه بواسطة الهاتف أو بواسطة المراسلة البريد، أو أن يأتي هو شخصيا. والإتيان اليوم أسهل بكثير مما كان قبل، السيارات أو الطائرات. الحاصل أن المواصلات اليوم سهلة ولله الحمد، فإذا قل العلماء فالمواصلات سهلة والوصول إليهم ميسور جدا، إما بالتلفون وإما بالمراسلة وإما بالسفر إليهم في الوسائل، وسائل النقل الحديثة السريعة. نعم. الله المستعان. يشكو الناس من هذا الشيخ صالح، يشكو الناس من زحمة الاتصال، من تأخر الرد بالبريد، وبعض القضايا قد تكون عاجلة جدا. عليه أن يعني يبذل المستطاع وأن يصبر أيضا، الزحمة يصبر عليها إلى أن يحصل له فرصة، يصبر على السفر إذا كان الأمر مهما جدا، كمسائل النكاح ومسائل المواريث والأشياء التي لها خطورتها، يصبر على السفر. الحمد لله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم شيخ صالح. قد أجد الطبيب، قد أجد كذا، قد أجد كذا، لكني لا أجد العالم بتلك الوفرة التي يتوفر بها غيرهم. هل من كلمة أخيرة حول هذا الموضوع؟ لا شك في هذا، وكل ما تأخر فإنه سيقل العلماء. قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض هذا العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال، ولكن يقبض العلم بموت العلماء، حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وكذلك جاء في الحديث أنه في آخر الزمان يكثر القراء ويقل الفقهاء، فهذا من علامات الساعة بلا شك. ولكن على المسلمين أن يتقوا الله حسب ما يستطيعون، وأن يحاولوا الاتصال بأهل العلم ولو كانوا قليلين، لأي وسيلة من وسائل الاتصال. نعم. جزاكم الله خيرا. أخيرا شيخ صالح، من هو المفتي الذي تؤهلونه للفتوى؟ المفتي من توفرت فيه شروط الفتوى، وهي أن يكون ملما العلم وملماً بالأدلة من الكتاب والسنة، وملماً أيضاً بقواعد الاستنباط من الكتاب والسنة، وأن يكون عارفاً أيضاً بالناسخ والمنسوخ والخاص والعام والمطلق والمقيد والمجمل والمبين، وأن يكون كذلك عالماً باللغة العربية وقواعدها التي نزل بها القرآن الكريم والسنة النبوية. هذا في العالم الذي يستنبط الأحكام. وأما العالم الذي يحفظ أقوال أهل العلم ولا يستطيع استنباط الأحكام ولا تتوفر فيه شروط الاستنباط، فهذا عليه أن يرجح من أقوال أهل العلم ما يرى أنه الراجح ويفتي به، يختار من أقوال أهل العلم ما يرى أنه أقرب إلى الدليل ويفتي به، وهذا ما يسمونه بمجتهد المذهب. والأول يسمونه المجتهد المطلق، وهذا مجتهد المذهب، وهو الذي يرجح بين أقوال أهل العلم ويأخذ ما تبين له أنه أسعد بالدليل وأقرب إلى الدليل. وهذا النوع الأخير قد يكون متوفرا ولله الحمد، أما النوع الأول فهو نادر أو قليل أو أنه غير موجود. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. نعود إلى رسائل الأخوة المستمعين. رغم أهمية هذا الباب من وجهة نظر قارئ الرسائل، هذا مستمع يقول: سليمان إبراهيم الدواس من الطائف، هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يقول: رجل نام عن صلاة الظهر وهو إمام مسجد، ولم يستيقظ من نومه إلا بعد أذان صلاة العصر، فذهب إلى المسجد، وعندما دخل المسجد أقام المؤذن الصلاة، فتقدم وصلى بالجماعة صلاة العصر بنيته للظهر لنفسه، ثم بعد ذلك قام وصلى منفردا صلاة العصر، فما حكم ما فعل؟ الصحيح أن هذا جائز. الحمد لله. الصحيح أن هذا جائز والحمد لله، إذا دخل بنية الظهر الفائتة ثم صلى بعدها صلاة العصر فهذا جائز. قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، ولو كان من خلفه ينوون صلاة العصر فلا بأس بذلك، لأن معاذ رضي الله تعالى عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يخرج ويصلي بأصحابه، هي له نافلة ولهم فريضة، دل على أن اختلاف النية بين الإمام والمأموم لا يؤثر على صحة الصلاة، فتجوز فريضة خلف أخرى وتجوز نافلة خلف فريضة والعكس.
نعم. جزاكم الله خيرا. يسأل أخونا: هل والد الرجل من الرضاعة يجوز أن يتزوج زوجة ابنه بعد وفاته أو طلاقه؟ جزاكم الله خيرا. هل والد الرجل من الرضاعة يجوز أن يتزوج زوجة ابنه بعد وفاته أو طلاقه؟ لا يجوز هذا، لا يجوز أن يتزوج زوجة ابنه من الرضاعة، كما لا يجوز أن يتزوج زوجة ابنه من النسب، لقوله سبحانه وتعالى: وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. هذا في زوجة الابن من النسب، وكذلك زوجة الابن من الرضاعة، لقوله صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمع بعث برسالة يقول: سميح عواد سويل من جمهورية مصر العربية ويعمل في الأردن، حين بعث الرسالة يقول: أسأل فضيلة الشيخ عن الدعاء للميت، لأنني في كل صلاة أدعو لوالدي المتوفى وأقرأ له الفاتحة في كل صلاة وأدعو له وأقول: يا رب اغفر له وارحمه 3 مرات، وقبل وفاته حملني أمانة أن أعمل له ختمة، وهو قد توفي في أول يوم من شهر رجب، وأنا في كل عام من هذا الشهر أرسلوا إلى المنزل أن يعملوا له سنوية بحضور مقرئ القرية وأحيائها بتلاوة القرآن الكريم بدون مكبر صوت. الرجاء الإفادة عن هذه السنوية، أهي بدعة أم جائزة؟ جزاكم الله خيرا. أما دعاؤك لوالدك هذا أمر مشروع، وجزاك الله خيرا. قال الله سبحانه وتعالى: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. قال نوح عليه الصلاة والسلام: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. الاستغفار للوالدين وللمؤمنين بعد الاستغفار للنفس، والدعاء لهم بعد الدعاء لنفسه، هذا أمر مشروع وفيه خير كثير والحمد لله. وأما قراءة الفاتحة فهي بدعة، لا تقرأ، لا يقرأها الإنسان لنفسه ولا يقرأها لغيره، لأنه لم يرد في قراءتها دليل على أنها تقرأ للورد أو تقرأ للأجر والثواب، وإنما تقرأ في الصلاة، قراءتها ركن من أركان الصلاة لا تصح إلا به، وهي أعظم سورة في كتاب الله، ولكن لم يرد أنها تقرأ للورد أو للأجر أو على أرواح الأموات، كل هذا من البدع. قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. إنما الذي يقرأ للورد هو آية الكرسي، سورة الإخلاص والمعوذتين، هذا الذي يقرأ للورد والحفظ من الشيطان، ويقرأ للرقية أيضا. الفاتحة نعم تقرأ للرقية، وهي أفضل ما يرقى به، أفضل ما يرقى به المريض، فهي رقية تقرأ على المريض، يقرأها الإنسان على نفسه ويقرأها على غيره للاستشفاء بها من المرض، فهي رقية عظيمة. وأما عمل الختمة للميت فهذا بدعة لم يرد به دليل، لا من كتاب ولا من سنة. عمل الختمة وجمع المقرئين وصرف الأموال على هذا كله لا يجوز. والذي ينبغي لك أن تتصدق بهذا المال الذي تصرفه على هذه الختمة، على جمع المقرئين، أن تتصدق به على المحتاجين بنية أن ثوابه لوالدك. والصدقة عن الميت مشروعة وفيها أجر وثواب إذا تقبلها الله سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. ولما سأل سعد رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم هل يتصدق عن أمه الميتة، قال له: تصدق عن أمك، هذا هو الذي ينفع الميت. أما عمل الختمة وجمع المقرئين فهذا عمل مبتدع ليس فيه أجر، وإنما فيه إثم على من فعله إذا فعله وهو عالم بعدم مشروعيته. قوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو راد. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ما سماه بالسنوية شيخ صالح؟ الترتيب بالسنة أو بالأسبوع أو بالشهر هذا يحتاج إلى دليل، ولكن يتصدق لميته في أي مناسبة تيسرت وحاجة عرضت، لا متقيدا بأسبوع ولا بشهر ولا بسنة، ويدعو له كذلك في أي مناسبة حصلت له. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول: في نفس السكن يسكن معنا رجل كبير في السن عنا، يصلي فترة ويترك فترة، وسمعت أنه لا يجوز السكن والأكل والشرب مع تارك الصلاة، فما هو توجيهكم لنا جزاكم الله خيرا؟ نعم،
لا يجوز السكن والأكل والشرب مع تارك الصلاة متعمدا لأنه كافر، إلا إذا كنتم تنكرون عليه وتلزمونه بالصلاة، أما أن تسكتوا عنه وتآكلوه وتشاربوه فهذا سبب للسخط من الله عز وجل. قد جاء في الحديث أن بني إسرائيل كان أحدهم يلقى أخاه على المعصية فينهاه عن ذلك، ثم يلقاه المرة الثانية على المعصية فينهاه عن ذلك، ثم بعد ذلك يتركه ولا يمنعه ارتكابه للمعصية أن يكون أكيله وجليسه وشريبه. فلما رأى الله ذلك منهم لعنه، ضرب قلوب بعضهم ببعض ولعنهم على ألسن أنبيائهم. قال الله تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. فالواجب عليكم المناصحة وإلزامه بالصلاة، فإن لم يمتثل فاعتزلوه، إما بأن تخرجوه عنكم أو إذا كان المحل والبيت له أن تخرجوا أنتم إلى مكان آخر. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من المنطقة الشرقية مستمع الرمل ذي اسمه بالحروف ميم ميم نسأل ويقول: عندي والدة يا شيخ كبيرة في السن وتلبس عصابة الرأس من الفضة وتلبسها في السنة مرة أو مرتين، فهل على عصابة الفضة زكاة وما هي كيفيتها؟ جزاكم الله خيرا. لا شك أن المرأة مباح لها التحلي بالذهب والفضة، واختلف العلماء في الحلي المباح للمرأة هل فيه زكاة إذا بلغ النصاب أو ليس فيه زكاة. الأكثر على أنه لا زكاة في الحلي المباح المعد للاستعمال أو العارية، ومن العلماء من أوجب الزكاة فيه إذا بلغ النصاب، فإذا زكي من باب الاحتياط وإبراء الذمة فهو أحسن. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم شيخ صالح. في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الأخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. شكرا للشيخ صالح. وأنتم يا مستمعي الكرام، شكرا لحسن متابعتكم، ونحن نرحب برسائلكم على عنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، الرياض، الإذاعة، برنامج نور على الدرب.